واش الافاتيره بخير؟ مزيان. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو واحد شاب مغربي دار واحد فيديو في تيك توك بواحد الطريقه عفويه ديالو اثناء ممارسته للعمل ديالو اللي هو حفر الابار. وهاد الشاب هذا من مدينه بني ملال. عرفتو يونس بني ملال؟ لا ماشي هو هذاك صاحبي، ماشي هو. دابا انت ما خليتيناش نهضروا صاحبي. راه هو صاحبي. سير صاحبي تحرك، سير صاحبي تغير صاحبي. يلا انا غير اخوي، اسمح لي. هاد الشاب هذا سميتو محمد الملالي، ماشي هاد خونا هذا اللي غنى الاغنية هذه وخرج على العالم كامل. 2020 سنة سعيدة، 2020 سنة سعيدة. الفيديو ديالو اللي جاب 3 ديال المليون ديال لي في 3 ايام، وكذلك المقاطع المشتركة اللي وصلت 26,000 واحد اللي دار معاه مقطع مشترك. بينما أدى عشرات المشاهير من جنسيات مختلفة مقاطع ثنائية ديو لنفس الأغنية مع الشاب المغربي، وإنهالت عليه مئات الإعجابات والتشجيعات من بلدان عربية وغربية. وتسبب النجاح الكبير لمقطع الأغنية في انتشار واسع لحساب الشاب المغربي المنحدر من مدينة بني ملال، حيث حظيت مشاركاته السابقة على تيك توك بآلاف المشاهدات. عجبني الفيديو ده بزاف حيت ما فيهش تصنع وفيه واحد العفوية، وهانتوما كما كتشوفوا راه لقى إعجاب ديال الناس بزاف. انا درت مع الفيديو ديو في تيك توك، اتمنى من الفيديو يعجب بزاف ديال الناس. هذا مثال للناس اللي كتصور فيديوهات وما كتصنعش، يعني كتقاد فيديوهات بواحد الطريقه عفويه، ومثال للناس اللي كتخدم وكتضرب تماره وفي نفس الوقت يعني كتصور المعاناه ديالها وداك الشيء. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ولا عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديو ديال الرياكسيون قولوا لي في لي كومونتير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. We can't lose. We can't lose.